تظل زينب هي الشخصية المحفورة في ذهننا. احنا بنتكلم عن سهير رمزي في زينب العرش وفتحي غانم. هنا كان في خليط بقى، عندك محمود مرسي، عندك كمال الشناوي، عندك حسن يوسف، عندك صلاح أبيل. طبعا خلطة طبعا عبقرية. عايز اقول حاجة بالنسبة لزينب والعرش، ان الاستاذ محمود مرسي عمل رئيس التحرير باقتدار، استاذ صلاح قبيل عمل الصحفي الانتهازي بعبقرية، مش حسن زيدان. وحسن زيدان اللي انا كنت عايز اقول لك ان هو نافس محفوظ عجب يعني في الانتهازية. في الانتهازية. بس ليه المهنة، مش عايز اقول، مش عايز حد يزعل مني، انا كنت صحفي في بداياتي، ليه دايما البعض شايف ان المهنة مش بس البحث عن متاعب، لا، سيئة السمعة في كثير من الاعمال الفنية؟ عشان ما ده اللي انا بقول لك عليه. للاسف الشديد ان الدراما المصرية اتعاملت مع الصحافة انها الصحفي الحبيب اللي يستغل منصبه رئيس تحرير فاسد سياسيا الافاق عشان يوصل. في صحفيين استشهدوا، في صحفيين ماتوا، في صحفيين نضلوا، في صحفيين دخلوا السجن. اخر الاسماء دي كان بقى كام سنه يعني؟ احنا انت بتقول لي ماتوا واستشهدوا ونضلوا، يعني انت على مدار السنوات اللي فاتت شايف يعني الجيل اللي احنا موجودين فيه ده اللي بتكلمني عنه، وبتكلمني عن اجيال سابقه؟ لا، انا بتكلم في اجيال سابقه. الجيل اللي احنا موجودين فيه، بتكلم في اجيال سابقه، واخد بالك، كان لازم يتركز عليها ويتعمل لها اعمال باسمها.